مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير عجينة البيتزا. عنا طحين، كوبين حليب فاتر، 4 معالق طعام زيت نباتي، وممكن نحط زيت زيتون ما في اي مشكلة، ملعقة صغيرة خميرة فورية، ملعقة صغيرة سكر، بيضة، نص ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. نحط السكر، الملح، خميرة، خلطهم شوي مع بعض. بحط البيضة، كمان الزيت، الحليب، بخلطهم مع بعض. بسم الله. عجينة كتير رائعة وناجحة للبيتزا. إذا طلعت العجينة رخوية ممكن نحط شوي بعد طحين، ما في أي مشكلة. راح احط بعد شوية طحين. بعجن العجينة حوالي ربع ساعة. انتهيت من عجن العجينة. بحط تقريبا ملعقة طعام زيت نباتي. بدهن الجاد. كمان بشيل العجينة وبنقلها على الجاط التاني. بعملها بهيدا الشكل. بسم الله. بعملها بهيدي الطريقة. بحطها بالجاط اللي دهنته زيت نباتي، وبدهنها كمان بالزيت. هلا بغطيها وبتركها تخمر اقل شي ساعة. هيدي العجينة بعد الساعة، لنشوف كيف صارت مع بعض. بسم الله. هذه
هيدا الشكل النهائي للعجينة. هيدا القوام النهائي للعجينة اللي عملتها أنا وياكن. هيدي البيتزا عملتها من العجينة اللي عملتها أنا وياكن، عملت واحدة رقيقة وواحدة سميكة. هنشوف مع بعض. واو سخنة. هيدا شكل نهائي، شفتوا كيف؟ عن جد كتير رائعة. نفس الشيء. واو كتير سخنة. هيدا الشكل النهائي وهيدي من الأسفل، لونها كتير رائع. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.